أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، وفاة الفنانة السورية ميادة باسيليس وأسباب رحيلها وآخر دور لها وزوجها وبناتها ومعلومات عنها. غيب الموت الفنانة السورية ميادة باسيليس مساء الأربعاء عن عمر يناهز 54 عاما بعد صراع مع مرض السرطان. وانتشر خبر وفاة الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث نعاها عدد كبير من المتابعين، كما نعتها وزارة الإعلام السورية. وكان زوج الفنانة الراحلة الموسيقار سمير كويفاتي قد أكد منذ أسابيع خبر إصابتها بالسرطان وأنها في مرحلة العلاج. وعن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ميادة باسيليس، بعد الكثير من الأنباء التي تحدثت عن وضع صحي حرج ألم بها، وتراوحت الأنباء بين إصابتها بالمرض العضال وإصابتها بالفيروس. ليؤكد زوجها سمير كويفاتي أن زوجته حاليا بوضع مستقر وتعاني من مرض العضال، حيث كان موعد حصولها على جرعة دواء متمنيا لها الشفاء والعافية، وطالبا من محبيها وجمهورها الدعاء لها حتى يستقر وضعها أكثر وأكثر وتعود إلى حياتها الطبيعية. وجاء خبر إصابة الفنانة ميادة باسيليس بالمرض الخبيث بعد أسبوع تقريبا من إعلانها عن وفاة والدها الذي نعته بمنشور جاء فيه: بابا برحيلك من دنيتنا ما بقدر ودعك غير بصوتي وترانيمي، صلي لي مع الأبرار والقديسين. وقبل أيام قليلة تعاطفت الفنانة السورية رغدة مع مواطنتها الفنانة ميادة باسيليس ودعت لها بالشفاء والنهوض من مرض السرطان، وذلك عبر منشور خاص بها شاركته عبر فيسبوك. احتوى كلمات مؤثرة من كتابة رغدة وجهتها إلى باسيليس مع نشرها صورة تجمعهما مع زوج الأخيرة. وشبهت الفنانة رغدة في منشورها الموجه للفنانة ميادة باسيليس بطار السنون الذي يوقد التفاؤل في صباحها، ودعت إلى النهوض والشفاء وتحدي المرض، كما شبهت وجهها بالطفل البريء الذي يفرح روحها. وأضافت رغدة في الوصف أن باسيليس بالنسبة لها ملاكها وكوكبها، كما أن قلبها مظلم دون الشعاع الذي تمدها به لتطلب منها العودة لتبدد كل ذلك الظلام، واصف إياها باللؤلؤة التي تحدت مد وجزر داء السرطان سابقا وما زالت تتحداه إلى الآن. وظلت الفنانة ميادة باسيليس بعيدة عن النجومية والانتشار، وفضلت البقاء في مدينتها حلب التي علمتها الكثير من أصول الغناء العربي الأصيل، لذلك لم يكن غريبا حين سمحت لها الظروف لتقدم موهبتها الغنائية أن تتألق وتأخذ مكانها الطبيعي بين نجوم الغناء. وولدت المطربة السورية ميادة باسيليس عام 67 في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن 9 عبر إذاعة حلب. ومن يتذكر أغاني يا طيوب يا غالي وعادي وخليني على قدي يتذكر جيدا الفنانة السورية الشهيرة ميادة باسيليس. ومن لا يتذكرها في تلك الأغاني اللي ربما يذكرها جيدا في أغنية كذبك حلو التي أفردت لها حلقة خاصة باسمها في مسلسل أهل الغرام السوري. ويقول متابعوها وعشاقها أنها حافظت على شكل الأغنية الراقية، ويعتبرون أغنيتها كذبك حلو نقلة نوعية في مسيرتها بعد حصول على الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية عام 99. إنها الفنانة ميادة باسيليس ابنة حلب التي غنت منفردة شراس 6 مسلسلات، وهي أخوة التراب وجواد الليل وأيام الغضب وأبناء القهر وبنات العيلة ومسلسل لست جارية. وصدر للمطربة الراحلة 14 ألبوم بداية من العام 86، حيث كانت البداية مع ألبوم يا قاتلي بالهجر، وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.
وتنوعت أعمالها من ناحية الكلمات والألحان بين القديم ومواكبة الجديد، فضلا عن كونها من الديانة المسيحية وتنشد بشكل متواصل الترانيم الدينية المسيحية. وكانت تلك الأغنية بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة، وفي عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان لأمي وأرضي، وهو عمل تأخر موعد صدوره إلى جانب أعمال أخرى متنوعة. وأحيت الفنانة ميادة باسيليس الكثير من الحفلات في مختلف المحافل، أبرز حفل في مجمع قصر الفنون الجميلة في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، وحفلتها في أسبانيا ومصر. وحققت الفنانة ميادة باسيليس جائزة الأورنينا الذهبية عن أغنية هواتاني، ونالت الأغنية ذاتها جائزة الأورنينا كأفضل لحن حديث. وفي عام 95 شاركت في حفل افتتاح القناة الفضائية السورية وفي مهرجان الأغنية السورية الثاني. وحققت أغنية ميادة باسيليس خليني على قدي جائزة أفضل لحن حديث في مهرجان الأغنية السورية السابع. وفي عام 2004 حققت المرتبة الثالثة من خلال أغنية طيب خليك، والجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية في دار البيضاء عن أغنية يا رجائي. وفي عام 2001 حققت ميادة باسيليس الجائزة الذهبية كأفضل أغنية مصورة في مهرجان البحرين عن أغنية هواتاني. ومع ذلك تعتبر ميادة باسيليس أن الطرب بالدرجة الأولى هو الصوت، وترفض اعتبار الصوت كل شيء، وهو ما ذكرته في مناسبات مختلفة خلال لقاءاتها الإعلامية. وبين الحين والآخر كانت تزور الفنانة الراحلة ميادة باسيليس لبنان، ليس للحفلات فقط بل للعمل مع زوجها الملحن سمير كويفاتي ومع الملحنين فتحي الجراح ونور إسكندر. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.